رح نحكي اليوم عن الأزمة اللي والصرخة اللي أطلقت من أجندا من حوالي الأسبوعين، يعني بداية الأسبوع الماضي التنين، مش هيدا الأسبوع اللي قبله. نحكى عن يعني عدد من سائقي الشاحنات الترانزيت محجوزين. بعدهم على القنين، لنشوف وين صارت هذه القضية. من الأستاذ عندكم محمد خير، أحمد. أحمد خير عفوا، رئيس نقابة أصحاب شاحنات النقل، صباح الخير. صباح الخير إلى بلشتنا التالي للمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، تفضل. الأزمة ما إلى أسبوع أو أسبوعين وعين، إلى شهر وست أيام لحد فوري مرميين بالحدود. هوري 75 شاحنة، هال 75 شاحنة اللي محملين بضاعة من إنتاج لبنان، صناعي وزراعي، ووصلوا البضاعة لهونيك وعائدين إلى بلدهم، وهذا الخط سيلكينه من سنة 2011. من 2011 وهني بيروحوا وبيجوا من هونيك عبر تركيا. نعم. هلأ بسبب الكورونا، بحجة الكورونا، وقفولنا إياهون بالحدود إلى شهر وست أيام واقفين هونيك. نعم. طيب المعروف عنه الوباء بعد 14 يوم بيظهر على الإنسان، شهر وست أيام ما ظهر عليه شيء، ولحد هلأ ما رضيوا يمرقوهم، ولا بقى معهم مصريات، ولا بقى معهم أكل، ولا بقى معهم مصروف، ولا بقى معهم ميزوت يجوا على لبنان. هل يعقل دولتنا الكريمة من فخامة الرئيس الله يطول عمره لتنتهي بأقل مسؤول بهالبلد؟ راجعتهم ثم أخذتني هون، وأنا صرخ ليلة النهار، ما خليت حدا إلا ما راجعتهم من فخامة الرئيس لدولة الرئيس بس في أطشك أستاذ أحمد، ووضح شغلة، بس بدي أوضح شغلة. امبارح وزير الخارجية حكي صراحة عن هذا الموضوع، هي مسألة دول، يعني في قوانين هن ظهروا، مش يعني صلح لي إذا عم بحكي غلط، ظهروا من العراق، يعني سجلون الخروج، بطلوا فيهم يرجعوا على العراق، صاروا على حدود التركية، بطل فيهم، يعني هلأ في حل أنه يرجعوا من العراق على سوريا يفوتوا على لبنان، هيدا الحل عم يتم الشغل عليه من قبل وزارة الخارجية. يا ستي هو المطلوب منه معالي وزير الخارجية يتكرم ويطلع على تركيا يتفاهم مع السلطات التركية من أجل تسمح لسلطات كردستان تعبرهم، تسمح لهم بالخروج، لأنه ما في هناك مكان يسع هالشاحنات بين الحدودين، لأنه مجالات ضيقة كتير بين بعضهم، بيقولوا لهم ما تسمحوا لهم يطلعوا من عندكم لأنه نحن ما هنفوتهم. لذلك لا كردستان بتفوت ناس إذا ما سمحوا لهم يطلعون، ولا العراق ولا تركيا بتسمح لناس يطلعون، لأنه هي مناسب حتى يمرقوا. فمن هالبطلة العلقة التركية منها بكردستان. امبارح ساعات السفير عم يحكي أنه على أساس بتوصلوا مع السلطات الكردستانية والعراقية مشان يجيبوهن عن طريق سوريا. ما إلنا مصلحة، ما إلنا أدنى مصلحة يجوا عن طريق سوريا، لأنه تكلفة الشحن مرور رسومة بسوريا 3700 دولار. بركي على نفقة الدولة ساعتها بصير الحل، يعني إذا عم تحكي عن قصة أموال ونفقة، الحل رح يصير على صعيد الدولة اللبنانية أكيد، مفروض هيك. في بعض السائقين ما فين يفوتوا على سوريا، ممنوع من دخولهم إلى سوريا. شو بيعملوا بهيك حالة؟ بس أنه في أزمة بين الدول، يعني كانت واضحة أنه عن طريق تركيا ما في حل. نتالي ما بيصير، لازم يكون في حل. مبدأ المعاملة بلبس الونوة، مثل ما تراني أراك يا جميلو. كل يوم في 80 شحنة عم تجي من تركيا على لبنان، تسرح وتمرح وتتجول بلبنان. فحص ما عم يعملوا له، كشف ما عم يكشفوه، عم تفوت تفضي بضاعة وترجع تركب بالباخرة وتضل رجعوني. هلأ اليوم في باخرة جايبة 70-80 شحنة، وهلأ في 50-60 شحنة بالمرفأ بدي يركبوا فيها ويمشوا. يعني حضرتك قصدك الشاحنات اللبنانية تطلع مثل الشاحنات التركية وتدخل على لبنان بالطريقة ذا؟ اللبنانية اللي عبرت بالأراضي التركية ودفعت رسوم مرور وعبور بالبحر ووصلت لهناك. هودي دافعين سلف قصة الباخرة، والباخرة نطرتهم هناك، لازم يرجعوا فيها. طيب ليه عم يمنعون يرجعوا؟ عفوا أخي عبدو، الدولة التركية منعتهم يرجعوا. ليه؟ المفروض فعلا يمرقوا وتحدد وقت زمني ممنوع حدا يدخل على أراضي التركية من تاريخ الفلاني يعمل فيه. ما في دولة بالعالم إلا ما أنصرت رعاياها بالعودة على بلده، ما في دولة إلا ما سمحت فترة معينة لتعبر الناس وتمشي أشغالها، كون فيكون.
لا يجوز هذا الكلام. بعدين نحن انا زلمي امن وابوهم نهار الشحنات وسائقينهم، قال وراهم عيال ان كانوا سائقين وان كانوا مالكين، كل شحنه حق 150 الف دولار، وانا مش لحقهم هناك اذا بدهم يجوا بالطياره عم يتوسطوا لهم يجيبوهم بالطياره من كردستان. ما بنقبل هذا الكلام، هذا الكلام ما بيقبل ولا بقبل اسمعه انا. نعم انا امن وابوهم بس بعد يعني هذا رزقهم وشقى عمرهم، ما فيهم يتركوه فقط لانه يرجعوا هن كاشخاص. اكيد. بعدين هال عفوا سكرتيري، هال على صعيد لبنان، فيهن من الجنوب، فيهن من الشمال، فيهن من الجبل، فيهن من البقاع، فيهن من بيروت، فيهن من كل الاماكن اللبنانيه. اذا نعم. القرار قرار سياسي هناك في الاراضي التركيه بيسوى اللي عم يتعاطوا السياسي عندنا بلبنان يتفاهموا معهم. ما بيصير احنا نروح مش محرقه بين بين الاطراف السياسيه، لا يجوز. نحن شو مطلوب منا؟ نسكت اكثر من هيك؟ لا، كهربتنا ما بتسمح، لانه كهربه هذول السياقين المرميين بالطريق لباب المصاري مع الميزوت، درجه الحراره تحت الصفر هناك، ليل نهار شغالي شحناتهم مش يدفوها. يعني مطلبكم استاذ احمد عودة الشاحنات مع أصحابها عبر البواخر يلي يعني عم تتنقل ما بين بيروت وتركيا، بين طرابلس وتركيا، من المفروض يسمحوا لهم يجوا، ما بدهم يسمحوا لهم بالراحة يروحوا بحس تاني، بس ولكن يسمحوا لهم يرجعوا على بلدهم. اوكي، هذا القرار اتخذته السلطات التركية بس للتوضيح. أستاذ عبدو لو سمحت، أنا شو المطلوب مني؟ جماعة جماعة هيزيحوني صاحبين الشاحنات واصحاب واهالي الفلسطين، انا المطلوب مني حانزل اولا مش باخرون، وامنع شاحنه تركيه تتجول بلبنان او تطلع بالبحر. اف اف بدها توصل لهون شاحناتنا تيجي على لبنان، وهيدي المسؤوليه، مسؤوليه الدوله اللبنانيه. هني عم يحرجوني، عم يجبروني غصبا عني اتصرف هذه التصرفات. انا شهر وخمس ست ايام الى العمليه على ولحد الان وبنهادن وبنترجى وبنتملى وبنبوس عيادي، ما في حدا عم يرد. هذا لا يجوز على الاطلاق، نحن اكثر من هيك ما بعد نسكت. نعم، شكرا لك استاذ احمد خير. الصرخة وصلت، شكرا لك استاذ احمد خير، ان شاء الله يكون في حل لهذا الامور بالساعات المقبله. نقيب ملكي الشاحنات، شكرا لك.